عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. راح أشرح لكم شلون تطبعون PDF، لكن تطبعون مثل هسه هذه الورقة تطبعونها بهذه الصورة، مثل هسه هذه الورقة تطبعونها بهذه الصورة، وهذا هاي واجهتها، ما تصير مقلوبة، ما تصير هاي الواجهة مقلوبة، بالعكس. شلون يعني باعوا يعني مثل خلينا نفرض هسه هذا، هسه هاي عدل تمام، بينما القفة مالتها، شوف القفة مالتها هسه هاي عدلة، هاي عدلة، القفة مالتها شلون صاير؟ بالعكس، من اللي جوا لي فوق، عكس هذه الورقة، استوعبتكم اياها، عكس هاي، شوفوا عكس هاي، يعني الكتابة هاي بدل ما تصير هيك عدلة تجي لا، تصير من جوا لي فوق، يعني بالعكس مقلوبة. راح اعلمكم هاي الطريقة شلون، باعوا يعني. نروح الى فايل ونقول له برنت تمام. عندنا نروح قبل لا نطبع على بروبرتيز، اروح عليها ثاني مربع او مستطيل عفوا، نختار فلايت اون شورت ايدج، ثاني اختيار نختار، يعني هو اول ما يطلع لكم متى تطبعون، متى تدخلون على بروبرتيز يطلع لكم هالشي فليب اون لونج ايدج تمام، هالشي يطلع لكم. فاحنا نريد نعدلها، هاي معكوسة الكتابة بالعكس راح تصير، اذا بدنا نعدلها فليب اون شورت ايدج فتطلع لنا الورقة صحيحة، يعني ما مقلوبة مثل هاي، تطلع لنا هيك، هذه الورقة ما مقلوبة، بينما هذه الملزمة، شوفوا هاي الملزمة، شوف القفة مالتها، بس بوع القفة مالتها، شوف القفة مالتها بالعكس مقلوب. احنا اذا بدنا نطبع نطبق هذه الخطوة وان شاء الله تطلع لكم عدلة وما مقلوبة. وشكرا على المشاهدة، واتمنى ان تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس ولايك، ولا تنسوا ان تنشرون رابط القناة حتى يستفاد الكل من هذه القناة، لان ساعات انا انشر بها شغلات مفيدة، وعندي قناة ثانية بالوصف، طبوا على الوصف وشوفوا واشتركوا بالقناة الثانية، القناة الثانية خاصة بعالم الكمبيوتر فقط، اللي علمنا عن طريقة كيفية استخدام الكمبيوتر، قناة حلوة وبها شروحات جميلة، انصحكم تشاهدوها وتشوفوها، اذا عجبتكم اشتركوا بها. إلى اللقاء.